مساء الخير ضيفه على ما استفهام لهذا المساء الأستاذ عرفان نظام الدين الصحفي والكاتب السياسي. نحاول أن نجول معه في هذه المنطقة العربية لنستعرض معه ما هو مخطط وما هو مرتجل في هذه الأوان. أهلا بك أستاذ عرفان نظام الدين. أهلا. طبعا مبروك أولا لكتابك الجديد خلاجات الحب صادر عن دار الساقي، وهو طبعا شكرا. شيء لافت أن تتجه إلى الحب والخلاجات والشعر بشكل أو بآخر، تبتعد عن السياسي وأنت كاتب سياسي معروف، لأي أسباب؟ لا أنا لا أبتعد عن السياسي، أكتب مقالاتي في الحياة وغير، لكن الحقيقة أصريت السنة هذه، عندي كتابين كانوا جاهزين، أصريت أنه يكون كتاب بعيدا عن السياسة، لأنه حسيت أنه إحنا بحاجة لكتير أشياء من الرومانسية، من عودة إلى المحبة، من عودة إلى الأخوة، من عودة إلى يعني يكون فيه، وأنا دعيت إلى قيام نادي الوجدان العربي. يعني يكون في عنا يعني عودة لكل الأصول. احنا مشهورين بالرومانسية، مفروض انه ان شاء الله يشوفوا بهالكتاب الخلاجات الحقيقية للإنسان العربي بدل ما الأهوال اللي عم نشوفها. بس فعلا تعتبر يعني مؤمن انه سوء القراءة مازال مقبل على كل ما هو غير سياسي وقريب من الحب ومن الخلاجات؟ اكيد اكيد، بالعكس هذا اكثر شيء اللي بيقرأ، لانه السياسة مقرفة اليوم بالعالم العربي، واليوم من بتفتح التلفزيون او تقرا جريده او بتسمع كلها اهوال وقتل ودم وجرائم، وبتحس حالك انه كانك يعني عالم لا معقول لعالم العربي اليوم. شيء مؤسف. طيب اسئلتي الاولى في المنطقه هو صناديق الاقتراع، شهدنا ما حصل في تونس في المغرب وفي مصر قبل ايام، هل هذه تعتبر نهاية منطقية لعالم الشارع، أم على الأقل انطلاقا من التجربة المصرية أنه لا، صناديق الاقتراع تتواكب وبتتساوى مع حركة الشارع بنفس الوقت؟ لا أعتقد أنه حركة الشارع ستنتهي، اليوم فتح باب الشارع، والشارع إذا دخل في هذا الباب خطير جدا، لأنه النتائج وخيمة. بالعكس فتح الباب ولن يغلق، لأنه يعني حيصير في تعود على هذا الموضوع، أنه إذا ما بيعجبني حد من سقطه بالشارع. لكن هل تعتبر أن هذه ظاهرة صحية، بمعنى أن لا تصادر الثورات من قبل من هو منظم أو من قبل جماعات وأحزاب لديها تجربة، وأنه الشارع بمعنى المواطن ما زال هو الحريص على إخراج هذه الثورات إلى مسارها الحقيقي؟ لا، هو أكيد الشارع يعني ليس شر، بالعكس يعني كان الواقع العالم العربي كان مزري، وكان يعني نعيش في حالة ركود وحالة خنوع، فاستطاع الشارع العربي أن يتحرك في الربيع، الربيع العربي الذي سمي الربيع العربي، لكنه لم يثمر حتى الآن ولم يزهر حتى الآن، يعني أنهى نظام عربي فاسد وأنهى أنظمة مستبدة، ويعني إن شاء الله يكون عطى دروس كثيرة وعبر لمن يأتي للحكم من الآن فصاعدا، أن لا يكون هناك، أن يكون هناك تداول للسلطة، أن يكون هناك ديمقراطية، أن يكون هناك حرية. أما يعني التجربة المصرية وتجربة تونس وتجربة المغرب، يعني الفرق بيناتهم أنه في مصر في مطالب كثيرة، يعني شارع بلا رأس، في رؤوس، وفي شارع صار مقسوم، تعرف الإخوان المسلمين والتيارات السلفية انفصلوا عن الشارع، وفي تيارات ليبرالية، وبعدين في المجلس العسكري، يعني إذا الجيش في مصر ضرب أو سحب البساط من تحت قدميه تنتهي مصر، الجيش حامي مصر. إلى أي مدى طبعا، يعني نريد أن نخشق في هذا الموضوع، إلى أي مدى لدينا هذا كثابت؟ لأنه أنا في مقابلات سابقة مع مجموعة من المصريين كان لدي في أسئلتي تخوف من هذا النوع، أنه الجيش هو من يحمي هذا البلد ومن ينتج النخب السياسية منذ عام 52 حتى الآن، إذا من سحب هذا المجلس الأسري كما يطالب المتظاهرين أن ينسحب من الحياة السياسية، من سيستلم الحياة السياسية؟ كان في أسئلة مصرية، كان في أجوبة مصرية تقول سيستلم الحياة السياسية الناس الديمقراطية، المؤسسات الدستورية. كلام رومانسي، نرجع للرومانسية، كلام رومانسي وشاعري. لا تستطيع أن تحكم الناس بالشارع، معروف أن الشارع يجب أن يكون له حدوده، وأن نرجع إلى المؤسسات، أن يكون هناك البرلمان، ويكون في حكومة، ويكون في رئيس جمهورية، ويكون في قضاء، ويكون في عدالة، ويكون في شيء. الناس كلمة هلامية. صحيح، يعني بس لماذا تم تجاوز الجيش في تركيا مثلا ولا يمكن تجاوزه في مصر؟
تركيا مختلفة عن مصر. تركيا يعني إذا نشوف الإسلاميين دخلوا، ما دخلوا بربيع ولا بمظاهرات، ولا دخلوا بالتدريج من أيام من رئيس تركت أوزال اللي هو أول من دخل تركيا في المؤتمر الإسلامي، منظمة المؤتمر الإسلامي، وأول ما أول رئيس يدخل إلى المسجد ويصلي بعد أتاتورك. يعني أتاتورك كان ضد مع العلمانية، لكن وأيضا جاء أربكان، رئيس أربكان كان متسرع وكان إلى حد ما يعني غير لا يملك الحكمة الكافية. وبعدين جاء لم يأتي في مظاهرة ولم يأتي الشارع، يعني حتى الشارع في الجيش كان في البداية كان ساكت في هذا الموضوع، لكن عندما وقعت المواجهة استطاع أن يتغلب أربكان عفوا أردوغان في عملية، لأنه عنده شعبية كبرى وعنده حتى في داخل الجيش وداخل المؤسسات. وكان في موضة أنه مسموح للجيش أن يتمسك بزمام الأمور في تركيا، لم تعد، لأنه حتى الآن لم يتحمل الجيش شخصية مثل أربكان، لكنه تحمل شخصية مثل أردوغان، وتحمل أن يقوم أردوغان أيضا بالانقلاب على المؤسسة العسكرية. أنا بكل أسف عندي نظرية بتقول أنه كل شيء مؤقت في عالمنا العربي والإسلامي، يعني ما لا نستطيع أن نحكم أنه الجيش لن يتدخل في يوم من الأيام. يعني اليوم في ضغط على الجيش كتير وفي تسريح ضباط وفي شيء، يعني في يوم من الأيام تركيا أيضا مزيك فيها أكراد وفيها أسلام وفيها مسيحيين قليل يمكن وفيها علويين. فأيضا الجيش المبدأ العلماني اللي قام عليه أتاتورك أو أبو تركيا ما زال مترسخ في نفوس الجيش. طيب أريد أن أعيدك إلى الموضوع العربي. طبعا هناك الانتخابات، واضح جدا أنه في تقدم الإسلام السياسي الموجود، لسيما يعني جماعة الإخوان المسلمين، رغم أنه هذا هناك خطاب انفتاحي سواء في تونس في مصر أو في المغرب، ورغم ما قيل أيضا عن رضا غربي، حتى ليس قيل، هناك تصريحات أمريكية بأننا تعاون سنكون يعني سنكون راضون عن انتخابات تأتي بالإخوان المسلمين في تلك الدول. هل نحن ذاهبون إلى منطقة عربية يسود إسلام سياسي، وأي نوع من الإسلام السياسي؟ نعم، هذا برجعك أنا على تركيا، برجعني على العرب، لأنه مربوط على طريقة حسني البورزان من يريد أن يعرف. في تركيا عندما قام الحكم الإسلامي أو يعني حكومة إسلامية في دولة علمانية، وهذه النظرية قالها أردوغان في القاهرة والإسلاميين تضايقوا منها، وتذكر في تلك الأيام قلنا وكتبنا أنه هذا هو النموذج الذي يريده الغرب ويريده العالم للدول العربية. أما عملية صعود الإسلاميين، إذا تلاحظ أنت في قولبي، يعني في ما جرى في تونس وفي المغرب وفي مصر وربما في دول أخرى، تقريبا متشابه وكأنه مبرمج، يعني أو مبرمج أنه انتخابات حرة نزيهة، يتقدم الإسلاميون المعتدلون ويأخذوا في الحصة أغلبية ولكن ليست مطلقة، أو أكثرية وليست مطلقة، وأيضا لا تستطيع أن تحكم لوحدها، يجب أن تتحالف مع قوى أخرى. أيضا في المغرب من أيام نفس الشيء، فاز حزب العدالة والتنمية المعتدل، لأنه في عندك على يمينه وعلى يسار متطرفين، وفي سلفيين، وفي في تونس أيضا. هل حضرتك واثق بهذا الاعتدال؟ تعتبر أنه اعتدال حقيقي وليس اعتدال انتخابي؟ لا، هو اعتدال سياسي، يعني في داخل الحركات الإسلامية في ثلاث تيارات، في تيار متطرف يدعو إلى التكفير وإلى تطبيق الشريعة وعودة إلى الخلافة الإسلامية، وفي تيار منشق عن الإخوان أو منشق عنهم يميل إلى نفس الاتجاهات لكنه مختلف في طريقة يعني التكتيك وليس في الاستراتيجية، وفي تيار درس الوضع ولجأ إلى الاعتدال. ويعني إذا لاحظنا أنه نفس الذي قاله الغنوشي في تونس واللي قاله الكيران
نفس الشيء، نحن سنتعاون أول كلمة نتعاون مع الغرب ونقيم علاقات جيدة. والإخوان المسلمين في مصر قالوا أننا نفس الشيء، قالوا أننا نحترم المعاهدات ما فيها معاهدة كامل. الولايات المتحدة قالت سنتعاون مع الإخوان وسنتعاون مع المسلمين. لكن أنا برأيي أنه هذا، لكن هل هذه التجربة الإسلامية، وسأعيدك هذه المرة إلى تركيا، قريبة من التجربة التركية؟ لأن هناك في 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 المنطقة العربية من يقول تجربة الإسلاميين العرب مختلفة، ظروف الإسلاميين العرب مختلفين، ثقافة العرب وعلاقتهم بالإسلام تختلف عن ثقافة. لا، في فوارق. يعني إذا نلاحظ في تركيا يحكم الحزب بأغلبية، ويعني بقدر بشبهه بأنه مطلق يعني حكم مطلق، يعني هو يقرر، هو حتى استطاع غلب الجيش واعتقال الضباط في تهمة محاولة انقلاب. لكن في دول العربية لا، ما تركوا الزمام مربوط في عملية انه انت ما فيك تحكم لوحدك، لازم تحكم مع الهيئة. لكن هو شو المقصود في هذا الموضوع؟ المقصود اولا ان ما قيل انه الربيع العربي عرى القاعدة وكشف انه ليس لها في الشارع شيء، انه القاعدة من 10 سنوات أو 11 سنة إلى اليوم لم تستطع أن تحرك مظاهرة في شارع، لم تستطع أن تسقط نظام إلا انفجارات وتفجيرات وإرهاب وعنف. بينما الأحزاب الإسلامية مثلا المعتدلة استطاعت أن تصل إلى أخذ رأي الشعب. ثانيا في شيء مهم، أنه نحن كلنا العرب في مؤمنين، مسيحيين ومسلمين مؤمنين، ولا يعني الدين جزء من حياتنا، في صلوات الخمس وفي الحج وفي صلاة الجمعة وفي خطاب الجمعة، ففي تعاطف مع ليس من الأكيد أنه هؤلاء منضوين تحت لواء الجماعة أو النهضة أو العدالة، في تعاطف معهم لأنه شعار إسلامي، وبعدين منظمين وعندهم انضباط. الأحزاب يعني الإسلاميين في الدول العربية اليوم هن أقلية في قوية في مجموع أقليات متفرقة وغير منضبطة. يعني الأحزاب الأخرى لا تنظيم لها، ما في انضباط، ما في عقيدة. هون في عقيدة، الله والدين طيب هل كان لديك شعور أنه هذا الإسلام السياسي الذي مارس إما العمل السري وإما العمل المسلح جابه في فترة من الفترات بشكل سياسي وبشكل أمني أيضا قوى السلطة في الجزائر، في تونس، في المغرب، في مصر، الآن يستفيد من كل هذه الخبرة ويستفيد أكثر من حركة شبان لا علاقة لهم بالحركة السياسية؟ هل برأيك هم ركبوا الموجة؟ أكيد ركبوا الموجة. أكيد في تونس وفي مصر من المؤكد أنه بدأت حركة استخدام الشبكة العنكبوتية واستخدام التكنولوجيا وتويتر والفيسبوك يعني الانترنت. وشباب ناقم، بطالة، في فساد، في حكم، يعني يبحث عن الحرية، في أكثر ودارس ومتعلم، قاموا بهذه الحركة. وحتى الإخوان والنهضة، وبالنسبة للمغرب مختلف، ممكن نتكلم عن المغرب ليش مختلف المغرب عن التجربتين. وصلوا لنتيجة انه هذه الحركة قائمة ولا سقطت النظام. فبعدها بدأوا هن يعني يركبوا الموجة ويحاولوا ان يسيطروا على الثورة، لكنهم فشلوا في الأخيرا. وحتى هم تحالفوا مع، الى حد ما بقدر اقول تحالف، لكن تقاربوا مع المجلس العسكري الاعلى في مصر. بينما في الشارع الشباب ما زالوا يطالبون بحكم مدني بعيدا عن العسكر وبعيدا عن كل ما رواسب النظام السابق. لذلك المغرب له خصوصية مختلفة، هي انه في الملك محمد السادس، هو يمثل ما يقال انه امير المؤمنين، وهو يقول انه انا امثل الاسلام اكثر منكم. واذكر انه الملك الحسن الثاني ما في شك بحكمته وحنكته، إذا بدنا الصراحة هو أول من أعطى الزمام للمعارضة. قبل أن يموت سلم المعارضة الحكم، وصاروا هن يعني تحكم المعارضة، وسلم ابنه يعني حكم جاهز إنه قبول بإنه العرش يقبل في المعارضة. جاء الملك محمد السادس وأعطى صلاحيات
اكثر لرئيس الوزراء. المعارضه اليوم اخذت 100 107 اصوات العداله والتنميه، بينما من اصل 300 يعني ثلث. طيب طبعا كان في مفاجاه، طبعا العداله والتنميه 107 اصوات، حزب الاستقلال وحزب الحريق طبعا نال 60 صوتا، التجمع الوطني للاحرار وهو مشارك في الحكومه الحاليه نال 52 صوتا، الاصاله والمعاصره وحزب يقال انه حزب الملك بين مزدوجين لانه من اسس هذا صديق الحزب يوصف بانه صديق الملك. طبعا حزب الاتحاد الاشتراكي تراجع الى 39 صوتا. هناك طبعا تغير في المشهد البرلماني المغربي، هل هذا سيغير من شكل المؤسسة المغربية، شكل المؤسسة في تونس، شكل المؤسسة في مصر، وبعد ذلك نتحدث أكثر عن اليمن وبلاد أخرى يعني وليبيا طبعا. يعني إذا بدك الحقيقة من الصعب أو من السابق لأوانه وتوقع المجريات الأحداث بعد هذه. اليوم أنا بقول هذه ديمقراطية موقتة وموقوتة يعني أو مقولبة. اليوم أولا هذا كله يعني مؤقت وكله انتقالي. اليوم نحن نعيش مرحلة انتقالية بين الخوف، كل الخوف من أن تتحول هذه الديمقراطيات إلى فوضى أو إلى سيطرة، لأنه اليوم مكموش الزمام أنه لا تستطيع أي منهم لا النهضة ولا الإخوان بمصر ولا العدالة والتنمية أنه يحكموا لوحدهم. ولو اتحدوا الأحزاب الثلاثة الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والأحرار بيعملوا أكترية أكثر من هذه. لكن صحيح. لكن الدستور أصبح لكن يعني. اليوم كلهم بدهم يضعوا يعني بتونس مجلس تأسيسي بده يضع بس سنة دستور، بمصر أيضا بده يضع الدستور الجديد، بده يكون في انتخابات رئاسية، بده يكون يعني هذا كله مؤقت. من الصعب أنا يعني في عندي نظرية بقول إنه ما لازم نتوقع كتير إنه نعطي شيء حاسم 100% إنه لا والله نحن دخلنا في عصر البحبوحة والانفراج والديمقراطية والحرية وكل شيء. لا في تجربة يجب أن تمر، إذا مرت بسلام ممكن الخطوة الثانية. صحيح. في كلامك عن الاعتدال بالنسبة للإسلام السياسي، هناك من يتهم هذا الإسلام السياسي أنه يريد ديمقراطية لمرة واحدة، بمعنى أن يأتي الحكم يستلم الحكم يسيطر على الحكم ولا ديمقراطية بعد الآن. هل برأيك هذا صحيح أم أن تجربة الإسلام السياسي حاليا لا تسمح بذلك وأن العالم لم يعد يسمح لا بذلك؟ هذا فعلا ما أردت أن أقوله في يعني كان بحاجة لشرح أكثر. كل سياسي أو كل حزب يطمح بأن يتفرد بالحكم أو أن يحكم، هذا شيء مبدأ سياسي معروف. فلا نلوم الاسلاميين ولا غير الاسلاميين انه يستقبل. الان ما جرى هلا في العالم العربي انه بالاضافه لما ذكرت عن الشعبيه وعن الايمان وعن التعاطف، يضاف ايضا ثلاث شغلات: فشل الانظمه لفتره طويله يعني دمرت البلاد، ثانيا انهيار الشيوعيه والمبادئ الاشتراكيه، ثالثا انهيار النظرية الرأسمالية وقصة اقتصاد السوق وقصة يعني الغرب. الحقيقة النظام الغربي حتى الاقتصاد الغربي حتى السياسي اليوم يعاني من مأزق، كلنا في مأزق، كل العالم اليوم في مأزق فعلي. لكن الإسلاميين بيوصلوا اليوم صار في ورقة إضافية بإيده إنه صاروا بالحكم، الحكم خدمات والحكم دعاية. إذا نجحوا بالفترة الأولى الانتخابات المقبله يمكن اذا اخذوا 30% يمكن ياخذوا 50% الانتخابات اللي بعدها. اذا كانوا براغماتيين وكانوا حكيمين بيدخلوا بالتجربه مره مرتين. وانا بعتقد بالنهايه اذا ما يعني في خوف من انشقاق داخل هذه الصفوف، لانه الاخوان المسلمين بمصر شقوا ثلاث اقسام، قسم راح مع السلفيين وقسم الشباب اللي هن رفضوا يعني وصاية الآباء والأجداد والزعامات التقليدية، ويمكن يصير انشقاق أكثر لأنه في مطامع بكرة بالسياسة وبالحكم. لا أنا يعني لاحظ اليوم بن كيران بيقول إنه اختاروني وفي ناس بتقول لا، وأنا وشو فيها إذا الأمين العام كان يعني رئيس وزراء. فمشان هيك بقول لك إنه في التجربة أكبر برهان. إذا وصلنا لمرحلة وإنه نجحوا في الحكم وقدروا يبنوا، وهذا صعب، وسأتحدث في وقت لاحق عن القصة الرئيسية في كل هالأحداث المربوطة فيها. طيب أنا عنوان الحلقة كان العالم العربي المخطط والمرتجى، هل بشكل عام لديك شعور أن كل ما يحصل هو مخطط وبالتالي تقترب
من نظرية بعض الأنظمة أن هذه مؤامرة خارجية مخطط لها، أم أن الأمور فعلا مرتجة؟ لا، أنا ببدأ بالمرتجة. يعني أكيد الشعوب ملت ويأست ووصلت لمرحلة يعني ما عاد في مجال للاستمرار، خاصة في عصر الاتصالات والثورة التكنولوجيا والإنترنت، وقدرتي أنا بكبسة زر أقدر أجمع مليون شخص على فكرة. ممكن تكون فكرة عاطلة أو سيئة، ممكن إشاعة أنا أو شائعة طلعها ممكن أخرب البلد كلها. فاليوم الـ هذا الشيء لا يمكن إلا أن يفتح العيون، خاصة أنه في شباب مثقف كتير، وخاصة أنه عالم العربي اليوم 70% منه من الشباب، فإلى متى السكوت؟ لكن أنا برأيي بالنسبة للمخطط أنا عندي شكوك بسبب التزامن، بسبب التشابه بكل الأحداث، بسبب النتائج. يعني كمان ذكرت مقولة، لا تعتبر أن أمر طبيعي عندما تحدث اضطرابات في هذا البلد أن تنتقل إلى بلد آخر؟ أليس أمرا طبيعيا شهدنا في التاريخ في أوروبا الشرقية؟ لا، هي لماذا تعتبر أن الأمر أكثر من صدفة؟ لا، أنا ما معتبر صدفة، أنا معتبر أنه في أرضية صالحة خصبة لقيام مثل هذه الثورات. أنا كنت متوقع أن تكون ثورات جوع وفقر وبطالة وبحث عن عمل. كانت النتيجة أنه ثورات سياسية وحرية، ثورات سياسية وثورات طبقة وسطى، ثورات مثقفين. أكثر اللي شفناهون على من الوجوه كلهم مثقفين وبيفهموا ومنهم يعني بحاجة أنه لشيء. أستاذ عفان، أصبت زمن الانقلابات العسكرية وزمن الأفكار الإيديولوجية الكبرى، عندما لاحظت أن كل هذه المظاهرات سواء كانت في اليمن، في سوريا، في ليبيا، في مصر، في تونس، في المغرب، ترفع أعلاما محلية وتطالب بمطالب عامة لها علاقة بقيم أصبحت معروفة في العالم كله. ليس هناك حرق العالم الأمريكي أو حتى العالم إسرائيلي، ليس هناك كلام عن العروبة والقومية والوحدة وكل ذلك. هل هذا أمر صحي؟ يعني هو صحي وغير صحي. أنه صحي أنه شيء طبيعي، لكن غير صحي يخشى انه نتحلل من جلدنا يعني من دمنا، وانه نتخلى عن قضايانا الرئيسيه في سبيل قضايا الصغيره الوطنيه. لانه الخطا الاكبر اللي كان قبل كانوا يعطونا شعارات. لكن هل ما زلت تعتبر انه موضوع الحريه قضيه صغيره، انه موضوع مش الحريه؟ انا ما بتكلم عن الحريه، انه كانوا عم بحكي عن قضايا فلسطين، قضيه الشرق الاوسط، قضيه التنميه، قضيه الوحده العربيه، قضيه لا هي قضايا كبيرة بالمقابل قضيه الحريه. لا، قضيه الحريه كبيره، لا بس بالاول كان يعطونا شعارات كبيره ويطرحوا قضايا ولا صوت يعلو فوق صوت المعركة، وانه الحرب مع اسرائيل هي اولوية وهي كذا، ويترك اللي بنعتبرها قضايا صغيرة، ويمكن خطأ بالتعبير، هي ما قضايا، قضايا حياتية بتمس الجوهر. قد ما الناس يعني ملت بعد كل هالسنين، بعد 62 عاما من النكبة عن قضية فلسطين، صارت قميص عثمان، صارت شماعة، ما عاد فيها اخي، او بتحرروها او بتحلوها وخلي الناس تعيش. يعني نحن في عصر صعب، الشباب ما بيقدروا يجدوا عمل، ما بيجدوا بيت، ما بيجدوا فرصه للزواج، فرصه في مشاكل الا صغيره بس هي كبيره. بس انا كان عم بحكي على الكلام اللي كان قبل، اوعى تتكلم انت خاين انه هيدي فلسطين، اسرائيل عدوتنا. طيب عدوتنا على راسي، هي عدوتنا، بس تجاره فيها لامتى؟ لذلك الفرق بين الثورة الانقلابات العسكرية، الانقلابات العسكرية بكل أسف كانت يعني عبارة عن قضايا شخصية وربما سياسية عقائدية ضيقة، كانت لتستغل الفرصة لتستخدم الدبابة للوصول إلى الشارع، وكان الشارع يلحقها ثم يصاب بخيبة أمل بعد فترة يصير انقلاب تاني. وكانت قضية فلسطين هي وكان الشعب شاهد ولا غير مشارك، الشعب لا كان يمشي بمظاهرة بعض الناس يأيدوا هذا وبعد شوي يطلع التاني يأيدوا. فكانت النتيجة انه قضية فلسطين، قضية كذا، الخيانة، كله صار اتهامات بالخيانة واتهامات. وكان هو اذا ممكن على سؤالك الاولاني، بكل أسف لما صارت الانقلابات ونمنا 25 سنة وبدأت تظهر الأسرار بوزارات الخارجية البريطانية والأمريكية والفرنسية والغربية وحتى العربية، والمذكرات السياسيين العرب ورجال المخابرات مثل مايلز كوبلاند، حبال الرمل ولعبة الأمم، اكتشفنا أنه معظم انقلابات كانت محركة من الخارج، كانت محركة يا إنجليزي يا أمريكي، بعدين دخل الروسي. طيب. واما بالنسبه لليوم الثورات،
ما بنقدر نحكم الان، يمكن بعد 25 سنه نكتشف انه كان في تحريك من هذه الفئه، لكن ما بتقدر الشعب غير الجيش، الجيش ممكن بعض الضباط ممكن يتفقوا مع بعضهم لاسباب خاصه او عامه، اما هناك صعوبه تحريك بينما الشارع يعني اليوم الشارع يرفض حتى اي تنازل عن الموضوع. يعني لاحظ بمصر رغم انه الجيش قوي، مصر حكم منذ 200 300 سنه هو كان بايده الضرب، هو كان هو الحاكم الفعلي، نجد انه اليوم حتى واقفين بوجه الجيش. في شيء يعني مختلف. طيب في القسم الثاني سأقودك إلى ملفات أخرى ساخنة لنتعرف سويا على ما هو مخطط وما هو مرتجل بعد الفاصل، ابقوا معنا. على مدى السفر في القسم الثاني ضيف هذا المساء أستاذ عرفان نظام الدين الصحفي والكاتب السياسي. أستاذ عرفان نظام الدين، في كل هذا الحراك العربي كان هناك يعني كان المجموعة العربية النظام العربي كان ينأى بنفسه عن التدخل في شؤون الآخرين، لا سيما في الموضوع المصري أو في الموضوع التونسي، تدخل بإجماع في الشأن الليبي، كان هناك مبادرة خليجية في الشأن اليمني، لكن حصل انحراك من نوع آخر عندما تعلق الأمر بعلاقة النظام العربي من خلال الجامعة العربية بالموضوع السوري. هناك مع وهناك ضد، وهناك لأول مرة ويشكل سابق، ليس لأول مرة لكن أحد السوابق في الجامعة العربية أن تعلق عضوية دولة عربية كسوريا. طبعا النظام السوري يعتبر أنه هذه مقدمة لتدخل خارجي، وطبعا رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية يقول أننا قد نذهب إلى هذا التدخل الخارجي إذا لم نذهب بهذا الاتجاه. هل برأيك ما زال العرب، ما زال البيت العربي بإمكانه حل المعضلة السورية حاليا؟ لا أعتقد ذلك. النظام العربي السابق هو يعني ما يجري الآن هو بسبب فشل النظام العربي السابق وفشل فكرة الوحدة العربية ووحدة التضامن، والجامعة العربية التي قامت على أسس معينة لم تتحقق، والقمم العربية فشلت. عندما أتينا إلى أحداث الربيع العربي وجدنا أنه أولا بعض الدول نأت بنفسها عن الأحداث وأصلحت ما يمكن إصلاحه في الداخل، ولكن ما جرى في ليبيا كان شأن خطير جدا، لأنه أعطى الضوء الأخضر لهجوم الناتو على ليبيا، وصار عدة يعني أخطاء إن كان من النظام أو من الآخرين، إنه يعني النظام لو كان قدر يستوعب الموضوع في ليبيا كان ممكن يعني صار إما حل وسط أو جنبت ليبيا هذه الخسائر الكبرى في المال والأشخاص والعتاد والأرواح. ليست المال أقولهم في سابقة عندما يعني قام عراق صدام حسين باحتلال الكويت، أيضا الجامعة العربية أخذت قرار سمح لهذا التدخل الأجنبي. هل برأيك هذه الجامعة العربية التي معروف أنها جامعة الدول العربية وبالتالي جامعة الأنظمة العربية كانت جامعة تسويات، ليس بإمكانها أن تتخذ قرارات حاسمة، وأن الربيع العربي ينقلها إلى مهمات جديدة؟ هي جامعة تبويس لها كانت، ولكن في سوابق أولا مصر في كامب ديفيد علقت عضويتها ونقلت الجامعة إلى تونس، بس هيدي كان قضية قومية عربية شاملة، خطأ أو صواب، بس اتخذ هذا القرار. ثم اتخذ ضد العراق في قمة القاهرة وبطريقة عشوائية وبعد احتلال الكويت. لأما موضوع ليبيا شأن مختلف، موضوع يعني إعطاء الضوء الأخضر للتدخل الأجنبي. موضوع سوريا يعني كنا بنتأمل أن الحكمة تنتصر ويكون في نوع من الحوار والعلاقات، لكن بكل أسف وصلنا إلى حافة الهاوية المأزق، ولم يكن بالإمكان يعني إيجاد هذا الحل التسووي. لذلك في نجد أنه الجامعة العربية بعد ما صار الربيع العربي اضطرت أنه تحاول تساير هذا الاتجاه، لكن النتائج غير مضمونة، لأنه في اليوم أعطيت الدول حرية بالنسبة للطيران، بالنسبة لبعض الأشياء، أنه كل دولة حسب يعني هذا موضوع سيادي. وأيضا في موضوع العراق ولبنان، لكن أبواب مفتوحة على سوريا، يعني تقدر بيوصل لإيران في هلال.
هلال او حزام من ايران الى العراق الى هيدا. وايضا يعني لا ننسى انه في البحر. فلذلك يعني لا ادري اذا كانت قررت، لكن ما في شك انه الشيء اللي جرى هو بدايه خطر كبير، ويبرر طبعا سوريا تقول انه هذا يعني بدايه تدخل، بدايه ربما يصير انه يصير في زلزال بالمنطقه. او بينما يعني الراي العربي يقول نحن عم نجنب سوريا التدخل الخارجي، وايضا نعطي فرصه انه باي يوم يوقف يعني تنفذ المبادره العربيه تلغى هذه. هل من خلال يعني مراقبتك التاريخيه ترى ان هناك خارطه طريق تقول ان الجامعه العربيه تعلق العضويه ثم تفرض العقوبات، ثم بعد ذلك من تصريحات الى قرار تسلم القرار، تسلم الملف السوري الى الامم المتحده او الى المجتمع الدولي، وان التدخل الاقليمي قد يكون عبر تركيا او التدخل الدولي قد يكون عبر الاطلسي برايك قادم؟ هو هذا الخوف الاكبر، يعني انه يكون بعد فتره يقال انه نحن العرب ما قدرنا نعمل شيء، واستمرار مستمره الاضطرابات والمشاكل، وانه خلص نفضنا ايدنا. وفي هلا تحركات معينه لشيء مناطق امنه او شيء من هالنوع هذا، او حظر جوي، او حتى العوده للامم المتحده بدات في موضوع حقوق الانسان. لكن انا بدي اقول شيء يعني مؤسف، يعني بذكر اول ما سالتني اول الاحداث عن قلت لك حمى الله سوريا، وكنت اتمنى ان تنتصر الحكمه والعقل وان يتم تدارك الامر ومحاصره النار. يعني نحن بحاجه اليوم الى من يطفئ النيران، لا من يصب الزيت على النار. وهذا اللي يعني يحز بالنفس، لانه اليوم سوريا معرضه لخطر كبير، يعني خطر اولا اقتصادي بالنسبه لوضع المعيشي للناس، طبعا ما في فرص عمل، في موضوع الليره، في مواضيع اخرى. وايضا الدول العربيه كلها اليوم في حاله، يعني اذا في مثل شعبي يقول اذا فلت الملأ، اذا فلتت الامور في العالم العربي وصار في يعني انتقامات وردود فعل وردود فعل معاكسه، ممكن نوصل لحاله فوضى. طيب استاذ الفاز، لما بتضيف الموضوع السوري، طبعا هناك تخوف من حرب اهليه وتخوف من فتنه، وهذا التخوف ياتي ايضا من دول الجوار وخصوصا من تركيا، دول الخليج، كل ذلك. هل ما زلت تعتبر ان الامور مضبوطه من قبل دول الجوار، وانها تمارس ضغوطا وذاهبه باتجاهات لكنها تعرف كيف لا تسمح بانفجار الوضع لمصالحها ليس لمصلحه سوريا؟ دول الجوار مختلفه، هي يعني الله يعينها. يعني العراق مهدد في بتقسيم، ومهدد بحرب اهليه، ومهدد واليوم حديث عن الاقاليم، وانه بده يصير في اقليم سني واقليم شيعي واقليم كردي، وانا بعتقد انه بعد الانسحاب الامريكي في نهايه العام امل انه لا ان شاء الله، لكن انا بعتقد انه نصل الى مرحله في العراق ايضا سيكون هناك مزيد من العنف ومزيد من الاقتتال الطائفي والمذهبي. ولبنان ايضا على كف عفريت. لبنان اليوم الحكومه في حاله تقريبا تحلل، ممكن تستقيل، ممكن تبقى تصريف اعمال، ممكن تجي حكومه امر واقع، ممكن اي شيء يصير، وممكن يصير في حركه شعبيه داخليه، ممكن يعني في بخطر. السؤال ما بين المخطط والمرتجل، هل الامور مسموح ان تترك للارتجال هكذا عندما تتحدث عن لبنان؟ اذا اعتبرنا انه في مخطط يجوز انه يعني رجعنا لفوضى الخلاقه، اذا بتذكر يعني لما كان في عهد بوش كان يقال انه نخربطها كلها ونرجع نبنيها من اول وجديد، يعني فوضى الخلاقه اليوم هي فوضى مجرمه يعني. يبقى الاردن مسكين يعني وضعه صعب، واتخذ قرارات واعلن تحفظ وبعدين اخذ قرار واضطر يتخذ. في تركيا تبقى تركيا هي اللاعب الاول، احنا لانه في مشكله في عالمنا العربي بكل اسف، هذا التراجع والهوان والذل اللي مشينا فيه، انه سلمنا امورنا للاخرين، ليس بعد الربيع العربي او قبله بكثير يعني. وحكينا في هذا الموضوع بعتقد معك دكتور، صار يعني القوى الاقليميه هي التي تحكم المنطقه وتقرر مصيرها، ايران وتركيا واسرائيل، ودخلت امريكا صارت جارتنا بالعراق وبالقواعد الاخرى. ف
فمن القرار العربي ما بإيد العرب، انتهى من إيدهم. واليوم نحن في التشرذم العربي، ما في قرار للعرب اليوم، لا دول جوار ولا دول جوار حالتها بالويل. طيب أريد أن أنقلك على تفصيل اليمن الذي حصل مؤخرا، وهو مفاجئ نوعا ما. كان هناك مواجهات ما زالت طبعا، لكن قرار فجائي، خبر بريك نيوز يقول أن رئيس اليمن انتقل الرياض للتوقيع، وفعلا تم التوقيع على الموضوع. ما الذي حصل برأيك؟ يعني المعلن، نقول المعلن والمرتجع والمخطط، المعلن هو أن الأمريكان ضغطوا عليه، ويعني كان بالأول يتهرب. هو رئيس علي عبد الله صالح بعرفه من مناور كبير، واستطاع يعني أنه يحكم اليمن كل هذه الفترة. اليمن صعبة يعني، في ملك أو نزل بالانقلاب، وفي رئيسين قتلوا تفجيرا في اليمن، وفي حالة انفصالية. قدر انه يلعب على كل لكن لما وصلت العملية الى المبادرة الخليجية، ماطل على اساس انه بركي بتخف الحركة الشعبية. لكن في اخطار كثيرة باليمن تختلف عن اي. ليش المبادرة الخليجية؟ في ناس بتقول ليش مش الجامعة او المبادرة الخليجية؟ لانه الامن القومي للسعودية ودول الخليج متعلق مرتبط باليمن، مرتبط بباب المندب، مرتبط بطريق النفط. اذا وصلت الفوضى الى باليمن الى بشكل غير ممسوك من قبل الاخرين، في مشكلة القاعدة. قاعدة متمددة في اليمن ولها جذور، ولها سموها البيئة الحاضنة، لانه اكثرهم من القبائل ومن العشائر من القبائل، هن موجودين، هن بيؤيدوا. وبعدين في جنوبيين يسعون الى الانفصال، بدهم يحركوا امور كثيره. في اكثر من 1.5 مليون يمني في دول الخليج. فاذا يعني فلت الامور باليمن، ما تم ضبطه، ممكن كل دول الخليج. لكن كان هذا معروف قبل اشهر، وكان حتى السؤال انه هذه المبادره الخارجيه التي لا تنفذ، من الذي يسمح بعدم التنفيذ؟ حتى قيل ايضا ان الولايات المتحده ليس لديها مانع بالبقاء في هذا التراوح، في راوح مكانك. ما الذي حصل؟ لماذا؟ هل نحن في عصر تسويات، بمعنى تسوية قد تؤدي إلى تسوية أخرى من نفس النوع في سوريا مثلا؟ لا، شوف أنا بقول لك شيء. اليمن كان في توازن قوى إلى حد ما. الرئيس اليمني عنده قوة عسكرية ضاربة، الحرس الجمهوري وبعض الفرق العسكرية. الآخرين بيت الأحمر والآخرين والقبائل الأخرى، حاشد وغيرها، عندهم قوة كبيرة في الشارع وما استسلموا. حاول الرئيس اليمني أن يماطل في النسبة موضوع، وحتى لما كان مريض ويعالج من اثار الانفجار في السعوديه، تقريبا خدع السعوديين، وهذا يمكن لاول مره، خدع السعوديين وقال لهم انا رايح لامضي وانهي الموضوع وسافر، وراح وقعد وضرب وقصف وقصف وضرب، صار في قتله. والقاعده هو حاول يرضي الامريكان بقتل العولقي بالمشاركة مع الأمريكان، وأنه كان المطلوب الأول للأمريكان هو الشيخ العولقي، فلم تنفع. لما تطورت الأمور وبدأ ناقوس الخطر، الأمريكان ضغطوا، ودول الاتحاد الأوروبي شاركت بالضغط. طبعا الدول الخليج هددت علي عبد الله صالح أنه في حال لم يرضخ سيتخذوا موقف علني منه، ويعلنوا انه هو اللي افشل المبادره. فاضطر مكره اخاك لبطل. طبعا انا سالتك عن اليمن، طبعا ساعيدك الى، طبعا في سوريا من يتحدث عن سيناريو ليبي، هناك من يتحدث ايضا من جديد عن سيناريو يمني، ان هناك تسويه تحصل لانهاء الوضع السوري. ام ان الوضع السوري يختلف عن عن عن, عن الوضع السوري حالتين. يختلف عن اليمن، يختلف عن اليمن. الوضع اليمني معقد اكثر. الوضع السوري في عناصر دولية داخلة في الموضوع، الصين وروسيا، والروس طبعا عتبانين وزعلانين من الأمريكان لأنه أكلوا لهم الكعكة كلها تقريبا. يعني ليبيا والعراق كانوا أكثر دولتين يستوردوا السلاح وغير السلاح، وفي تحالف مع روسيا وقبل الاتحاد السوفيتي أخذوها منهم وقاسموا مع الأوروبيين وفرنسا بالذات. بالنسبة لسوريا هي آخر يعني حليف في المنطقة كلها هي سوريا.
ايضا في ناحيه ثانيه انه الحكم ما زال يحتفظ باوراق قويه. اولا عنده اوراق اقليميه من ايران الى لبنان وبعض جزء فلسطين. هذا فقد الحكم اليمني مثلا. نعم. وهذا فقدها الحكم اليمني. الحكم ما عنده اوراق الحكم اليمني الا كان ورقه القاعده استخدمها الى الاخر. وكان اوراقه استخدمها الى الاخر ورقه القاعده. وحاول قصه انه في قراصنه وخليج والبحر الاحمر وامن البحر الاحمر بس ما نجح فيها. بس سوريا وفي اوراق داخليه بعد ما يعني نحن اذا بنشوف سوريا بنشوف موزاييك. سوريا يعني المظهر هي وحده. وما في شك انه وحده جيده يعني نتمنى كل الدول العربيه بس في موزاييك. في عندك الكراد المسيحيين على كل انواع والسريان والاشوريين وعندك العلويين وعندك الدروز وعندك اسماعيليين وعندك الاخوان المسلمين وعندك ناس من داخل الطائفه السنيه في ناس يعني مش علمانيين لكن ليبراليين. ففي تقاطع بين. لكن انا كما قلت في البدايه بقول حمى الله سوريا وبقول انه يعني ان شاء الله ما نوصل لمرحله السيناريو الليبي ولا السيناريو اليمني يكون في حكماء لاطفاء النار. ولانه اذا فلت الامور بسوريا انا بعتقد اخطر من اليمن بكثير. في الانتقال الى الخليج العربي اريد ان افهم اذا كان هذا الربيع العربي يطل واي نوع من الاطلال على هذا على هذه المنطقه. في الايام الاخيره كان خرج تقرير بسيوني في البحرين اعتبر من قبل المعارضه ومن قبل الموالات انه تقرير مهني وموضوعي، لكن حتى الان هناك يعني جدل بحريني داخلي وايضا جدل الكويتي له جزء من ديمقراطيه الكويت بشكل او باخر. هل تشعر ان هناك شيء اخر يجري في الخليج مخطط او مرتجل؟ يعني مخطط كما ذكرنا اكيد لابد انه في اصابع لابد. يعني انا بعرف انه في مخططات جهنمية أجنبية لتقسيم كل العالم العربي ولي يعني وأعلنت يوم قصة نشر الديمقراطية والفوضى الخلاقة وإعادة رسم خريطة المنطقة معروف وتبادل المصالح. لكن الشيء اللي أكيد أنه الحراك الشعبي في دول الأخرى أعطى يعني انعكاسات على دول الخليج. بس أيضا دول الخليج أيضا في شأن محلي اللي هو يعني بيتعلق بالقضايا الحياتية والقضايا السياسية والرغبة في المشاركة أكثر في الحكم. وفي العامل الإقليمي يعني مثلا في موضوع البحرين وموضوع المنطقة الشرقية بالسعودية أو القطيف الأحداث الأخيرة كان في يعني رابط إيراني موضوع بكل الأسف مذهبي. لكن الأكيد أنه في شباب عم تطلع وعم تتعامل مع الإنترنت وعم حابة تقلد. ووجدنا انه بالامارات قبل ايام حكم على بعض الشباب بهيدي وفي قطر ايضا بعض الشباب وفي البحرين الاحداث اللي جرت وفي عمان صار في احداث كبيره وتم ضبطها وتم رصد ملايين من البليونز من مجلس التعاون لمسقط والبحرين لحتى يدبروا امورهم. لذلك يعني في حراك. وايضا اذا بنشوف بالكويت انه بدات القضيه في مظاهره ودخلت برلمان. يعني مثلا بمصر ما دخلوا على الدوائر الحكوميه بينما هون دور وصارت استقاله الحكومه وصار في قصه المصير الديمقراطيه كلها. اليوم يعني حلامة استفهام. أكيد إرهاصات الأحداث لا يمكن مثل العدوى كأنه مرض. بس هو مرض يمكن ما أنه مرض مضر يمكن أنه بحاجة لحنا أنه يكون في عنا هذه الانتفاضة. أما الأكيد الأصابع. بس في شغلة لازم نقولها لحنا ونعترف فيها. لحنا بنقول المؤامرة الأمريكية العدو الصهيوني مخطط جهنمي. أكيد العدو الصهيوني عنده مخطط جهنمي وبيتمنى أنه يغلبنا كلنا ويكسرنا. الأمريكان أكيد عندهم مصالح بدهم يحموها وبيحاولوا يسيطروا على كل العالم ليس على المنطقة بحد ذاتها. لكن من هم الأدوات؟ من الذي ينفذ المخطط؟ هذا هو السؤال. أستاذ عفان نظام الدين أشكرك جزيل الشكر الصحفي والكاتب السياسي. كنا نحاول معك استكشاف هذا العالم العربي فيما هو مخطط وما هو مرتجل. شكرا للانتباه وإلى اللقاء. شكرا.